اهلا بكم متتبعي موقعنا موقع لو ماتان سبور، حلقه جديده من برنامجكم اليومي غيداك سبور، والبدايه بابرز العناوين. جماهير الرجاء غاضبه رغم الفوز على مولوديه وجده، عوده نجم الوداد امام اولمبيك اسفي، جديد الحاله الصحيه لمدرب نهضه بركان، التوصي يشيد بلاعبيها الشباب امام المولوديه الوجديه، كونتي مرشح بقوه لخلافه بوكيتينيو، وبرشلونه ينتظر الخطوه الاولى لحسم صفقه ليفاندوفسكي. والان الى التفاصيل. شهدت مباراة الرجاء الرياضي ومولودية وجدة لكرة القدم أمس الاثنين غياب تام لأعضاء المكتب المسير للفريق الأخضر، ورغم غيابهم عن المباراة صبت جماهير نادي الرجاء الرياضي جام غضبها على مسؤولي النادي محملة إياه مسؤولية الإقصاء من دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري. ورغم فوز الرجاء بهدفين لصفر إلا أن الجماهير الرجاوية لم تخفي غضبها من الفريق، وذلك بإطلاق صافرة الاستهجان على اللاعبين خلال المقابلة. غيث سعيد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم في مباراة اليوم أمام فريق أولمبيك آسفي برسم مؤجل جولة 21 من البطولة الوطنية خدمت اللاعب جلال الداودي بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام فريق شباب لوزاد الجزائري بعد تلقيها البطاقة الحمراء في مباراة ذهاب دوري الأبطال، وغادي تجرى المباراة اليوم على الساعة 10 ليلا بملعب المسيرة بآسفي. كشفنا لنهضة بركان لكرة القدم عن الحالة الصحية لمدربه فلورون إيبينغي إثر تعرضه لحادثة سير بعد رجوعه من الحصة التدريبية اليوم أمس الاثنين، وأكد الفريق البرتغالي في بيان نشره عبر صفحته بموقع الرسمي بموقع الفيسبوك أنه بعد القيام بالفحوصات الطبية الدقيقة اللازمة تبين أن المدرب الكونغولي أصيب على مستوى العمود الفقري، وأوضح البيان نفسه أن إصابة إيبينغي كتستوجب خضوعه لفترة من الراحة ما بين أسبوع إلى 10 أيام على أن يتم تقييم حالته الصحية بعد ذلك. أشاد رشيد الطوسي مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم بمستوى لاعبيها الشباب أمام فريق مولودية وجدة، خاصة عبد الله فرح وزكريا الهبطي وسفيان بن جديدة، مشيرا إلى أن الأخير كان معاقب بإلحاقه بفئة الأمل قبل أن يعيدوا إلى الفريق الأول. وأكد الطوسي بأنه لا خوف على الرجاء والعمل يأتي عن طريق الصبر، وأبرز الطوسي أن الفوز على وجدة جاء في وقته بعد مرارة الإقصاء من دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، مشيرا إلى أن غضب وضغط الجمهور الرجاوي شكل حافز للطاقم التقني واللاعبين من أجل تحقيق 3 نقاط مهمة في البطولة الوطنية. إلى الأخبار الدولية، اذكرت تقارير إعلامية أن أيام موريسيو بوكيتينو مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم انتهت، رغم أنه قاد الفريق للتتويج للمرة 10 بلقب الدوري الفرنسي. ووفقا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية فإن هناك احتمالية لتولي أنطونيو كونتي تدريب الفريق خلفا لبوكيتينو، وأضافت الصحيفة أن زين الدين زيدان هو المرشح المفضل لمسؤولي باريس سان جيرمان، ولكن لاعب المنتخب الفرنسي السابق ومدرب ريال مدريد السابق كينتظر تدريب المنتخب الفرنسي في حال قرر ديدي ديشون الرحيل عن تدريب المنتخب بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم اللي غادي تقام في قطر شهر نوفمبر القادم. فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه على تويتر: لا يزال برشلونة يعمل على صفقة ليفاندوفسكي ويجري محادثات مع وكيله منذ شهر فبراير. وأضاف: خطة برشلونة واضحة في حسم الصفقة، حيث ينتظرون الخطوة الأولى بأن يناقش وكيل ليفاندوفسكي عقد اللاعب مع بايرن ميونخ قبل التقدم بالعرض الأول. وأتم ليفاندوفسكي مطلع بشكل جيد على الموقف برشلونة من التعاقد معه، لكنه يمنح الأولوية لبايرن ميونخ الألماني. وبهكذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية أخبارنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.